مرحبا بحضراتكم في هذا المؤتمر الصحفي للإعلان عن واحد من أهم الفعاليات الترفيهية المنعقدة في مصر، وهو عودة عروض ديزني على الجليد العالمية بعد غياب دام ل 15 سنة. It's fantastic to be back here in Cairo in Egypt. We've missed you guys to some degree. It's been a long time since we were last here. I think we were last here in 2008. And we've been working very hard behind the scenes with Dino Advertising to ensure that we can come back with Disney on Ice. حجم إنتاج زي ده ضخم، احنا يمكن تقريبا أكتر من 25 كونتينر داخل، معدات ضخمة جدا، استاد القاهرة هيتقلب إلى ساحة ثلجية، فبداية صناعة الترفيه اللي احنا كلنا مساعدين لها بالتخطيط مع تذكرتي، وأشكر طبعا المتحدة على الدعم الإعلامي اللي هم ادوه لنا، من غير الدعم اللي بناخده من وزارة السياحة وهيئة التنشيط ويمكن وزارة الداخلية وكل الوزارات المعنية اللي هتساعدنا في حاجة زي كده ما نقدرش نعمل حاجة لوحدنا، احنا جايين هنا عشان نبسط الأسرة المصرية ونحط الترفيه ليهم بأعلى مستوى ممكن يشهده العالم على أرض مصر. احنا بدأنا بسعر تذكرة ب 120 جنيه. النوع ده من العروض يصب في قلب الاستراتيجية الإعلامية الجديدة لمصر، فإحنا النهاردة موجودين علشان نساعد ونساهم ونمكن القطاع الخاص إنه يؤدي دوره في كل المجالات.